أنا تدريسية هبة محمد جعفر من كلية تكنولوجيا المعلومات قسم البرمجيات. محاضرتنا اليوم حول تبسيط القواعد ضمن مادة الاحتسابية للمرحلة الثانية. تبسيط القواعد اللي هي نوع Context Free Grammar، توجد مجموعة من الطرق المستخدمة في تبسيط القواعد. الطريقة الأولى طريقة Substitution، التعويض، اللي هي أي عنصر غير ختامي ممكن أنا أعوض بإنتاجاته عن هذا العنصر. الطريقة الثانية واللي هي محاورتنا اليوم حذف الإنتاجات أو العناصر عديمة الفائدة، العنصر ليكون عديم الفائدة. الطريقة الثالثة هي التخلص من الإنتاجات اللي تحتوي على الإنتاج الفارغ، الإمتي برودكشنز. والطريقة الرابعة هو التخلص من اليونت برودكشنز. ما هو العنصر اليوسفول أو اليوزلس فاريبل؟ العنصر يكون يوسفول إذا كان هذا العنصر ممكن أن نشتق من عنده عنصر ختامي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعني بعد أن أشتق أستخدم هذا الفاريبل وأشتق من عنده أن من الاشتقاقات. هذه الستار تعني مو الاشتقاق ونستيب مرحلة واحدة أو خطوة واحدة، وإنما أن من الاشتقاقات، عدة اشتقاقات حتى أوصل إلى W. فإذا كان هذا W هو عنصر terminal، عنصر ختامي، فإذا راح يكون هذا S هو useful variable. useful variable هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يكون العنصر ممكن أن أصل إلى من رمز البداية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فإذا يكون العنصر useless إذا حقق إحدى هاي الحالتين أو كلاهما، ممكن إنه واحدة منهم أو الحالتين فيعتبر هو useless. إذا كان هذا العنصر ما ينطيني عنصر ختامي، أو إذا كان هذا العنصر ما أقدر أشتقه من رمز البداية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. مثل ما نعرف إن الكونتكست فري جرامر هي أحد أنواع القواعد، وسميت بالقواعد الحرة السياق لأنه ممكن أنه يكتب بأي صيغة، ولا توجد قواعد على الإنتاجات تكون أبسط من القواعد المقيدة السياق. القواعد المقيدة السياق أو الحساسة الكونتكست سنسيتيف جرامر، مثل ما نعرف أنه أي قواعد، أي نوع من أنواع القواعد يتضمن فور تابل. الفور تابل تتضمن العناصر الان اللي هي العناصر الغير ختامية، العناصر الغير ختامية. العنصر الغير ختامي هو العنصر اللي استخدمه حتى اشتق من عنده عناصر اخرى، يعني بالتعويض راح اعوض كل مرة عنه بحيث يعطيني عناصر اخرى. قد تكون هذه العناصر ختامية أو تكون غير ختامية. هذا الـN. وأيضاً الـT اللي هي تمثل العناصر الختامية، مثلاً في مثالنا عندنا الـB والـA هي تمثل الـTerminal، أما الـN non-terminal symbols هي الـS الـB الـD الـQ الـR. فهذه الـN والبي والاي هي تمثل التيرمينال، والاس هو يمثل الستارت سمبل رمز البداية، والبي الانتاجات اللي تمثل هذه الروز اللي احنا نستخدمها حتى نشتق السترينج اللي نحصله من هذه القواعد، او حتى نعرف اللغة التي تصفها هذه القواعد. فللتخلص او للتخلص من اليوزلس سمبل او فاريبلز او تبسيط القواعد، الخطوه الاولى او النقطه الاولى تتضمن انه هل انه هذه القواعد بيها انتاجات ما تنطيني عناصر ختاميه ما تعطيني تيرمينال. راح نبدي بالاس
نشوف الاس تعطيني البي، البي راح يعطيني هذا البي بما انه البي هو تيرمينال، فاذا البي راح يكون هو يوسفول فاريبل عنصر مفيد. نجي الى الدي، الدي راح نشوف انه الدي يعطيني اي دي اور، هذا يمثل الاور الخيار الثاني الاوبشن الثاني دي كيو. راح نشوف انه هذا الدي كل مره من اعور عن الدي راح يبقى الدي، ما عندي فد عنصر ختامي تيرمينال احصله من هذا الدي، فاذا راح يستمر هذا الاشتقاق الى ما لا نهايه، وبالتالي ما راح استفاد او احصل اي سترينج من الدي، ما راح نحصل اي شيء من الدي، لذلك يعتبر هذا الدي عنصر عديم الفائدة، عنصر عديم الفائدة useless symbol. ليش؟ لأنه ما أقدر أحصل على عناصر ختامية من عنده حسب النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه نشوف الكيو، الكيو طبعا حسب القاعدة أو البرودكشن أو الرول اللي عندنا الكيو يعطيني A، إذا الـ A هو ختامي والـ R يعطيني الـ B، فإذا الـ B هو عنصر ختامي، فإذا القواعد الجديدة بعد أن نحذف الـ D راح تكون بهذه الصورة الـ S والـ B والـ Q والـ R، فحذفنا الـ D لأنه الـ D ما نقدر نشتق من عنده عنصر ختامي. نطبق النقطة الثانية نشوف هل انه هذا الكيو هذه الاس والبي والكيو والار هل ممكن ان نصل اليها من رمز البداية او من اي فاريبل بصورة مباشرة او غير مباشرة. نجي الى البي، راح نشوف انه هذا البي ممكن ان اوصل من الاس، فاذا البي هو عنصر مفيد. نجي الى الكيو، نلاحظ انه الكيو ما موجود لا بالاس ولا بالبي، فاذا الكيو ما اقدر اوصل له من رمز البدايه بصوره مباشره او غير مباشره، يعني مو شرط انه يكون مباشره بالاس، ممكن يكون بالبي، والبي اقدر اوصل له من الاس، فبما انه الكيو ما اقدر اوصل له من الاس بصوره مباشره او غير مباشره، فاذا الكيو يعتبر عنصر عديم الفائده بالرغم من انه هو يحتوي على عنصر ختامي. احنا قلنا العناصر اليوزلس اذا حققت الشرطين انه ممكن ان يعطيني تيرمينال واقدر اوصل له من رمز البدايه. الشرط الانتاج اللي بعد الار نشوف الار يعطيني تيرمينال، لكن ماكو انتاج هنا يحتوي على الار، يعني الاس ما بي ار والبي ما بي ار، فاذا يعتبر الار هو عنصر يوزلس. ليش يوزلس؟ لانه لا نستطيع الوصول اليه من رمز البدايه بصوره مباشره او غير مباشره. فاذا القواعد النهائيه راح تحذف من عندها الدي لانه لا نستطيع الوصول اليه، لا نستطيع ان نشتق من عنده عنصر ختامي بصوره مباشره او غير مباشره، والكيو والار لانه الكيو والار لا نستطيع الوصول اليهم من رمز البدايه او اي نن تيرمينال بصوره مباشره دايركت اور ان دايركت واي. لذلك القواعد المبسطه الجديده بعد ان نحذف اليوزليس سمبول هي راح تكون اس تعطيني اي اس اي اور بي، والبي يعطيني بي بي اور بي. الملاحظه المهمه جدا انه هذه العناصر اليوزليس سمبول هي ما راح تاثر على اللانجوج اللي نحصلها من هذه اللغه، فتبقى اللغه اللي تمثلها القواعد مثل ما هي، ما راح ياثر على اللغه، يعني ما راح يقل السترينج اللي احصله من هذه اللغه. ليش؟ لان هذه العناصر هي عديمه الفائده، لانه مثل ما ذكرنا انه الدي ما راح يعطيني اي سترينج، والكيو ما اقدر اوصل له، والار ايضا ما اقدر اوصل له. لهذا السبب حذف هذه الانتاجات ما راح ياثر على اللغه مالتنا.
وبالتالي الصيغة النهائية للعناصر للإنتاجات راح تكون فقط إنتاجين، هذول اللي يمثلوا لي القواعد المبسطة بعد أن نحذف اليوزلس سمبلز.